في ثالث أكبر الولايات الأمريكية، مؤتمر الحزب الديمقراطي بشيكاغو فرصة هاريس لكسب ثقة الناخب الأمريكي. بعد تحذير موسكو وتهديد رئيس بيلاروسيا، هل تنذر مهاجمة أوكرانيا للكورسك الروسية بكارثة نووية؟ وبعروض مسرحية وحفلات غنائية، الأسبوع السابع من مهرجان العالمين يشهد العديد من الفعاليات المتنوعة. إدمان الإنترنت وصعوبات التعلم، كيف تضر الشبكة العنكبوتية بقدرات الأطفال التعليمية؟ Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. يسعد صباحك يا حلو، يسعد مكان بتنزلوا، لما النسيم بيزورنا عنك يا ولف بنسأله. يسعد Pour moi c'est le plus beau des jours sous le ciel bleu de Napoli. Je crois bien qu'il m'accompagnera, que jamais il ne me quittera, il sera mon meilleur ami. الحلوه دي قامت تعجن في البدريه وديك بيتنا كوكوكو يسعد صباحكم على القاهرة الإخبارية، صباح جديد وحلقة جديدة مليئة بالموضوعات المتنوعة. لعل أبرز الموضوعات اللي هنتكلم وهنناقشها مع حضراتكم النهاردة في حلقتنا، جزء منها مخصص للانتخابات الرئاسية الأمريكية، نظرا للسباق المنتظر في البيت الأبيض، والحزب الديمقراطي بيستعد لإطلاق مؤتمر وطني في شيكاغو. ده عادة يعني بيتم انعقادها دائما قبل الانتخابات، بيعتبر كما يعني يرى المحللون فرصة قوية للمرشحة كامالا هاريس للحصول على ثقة الناخبين الأمريكيين. برضو هنروح لروسيا نعرف آخر تفاصيل أزمة الهجوم الأوكراني على كورسك الروسية، لأنه في مخاوف وتحذيرات من اندلاع كارثة نووية في هذه المنطقة. وفي مكان مغاير تماما أكثر هدوءا وأكثر بهجة، هنتكلم عن مهرجان العالمين الجديدة اللي بيشهد العديد من المفاجآت هذا الأسبوع للجمهور، غير طبعا الفعاليات المسرحية والغنائية المستمرة. هنتكلم كمان خلال حلقتنا النهاردة عن بعض المخاوف اللي خاصة بالأطفال والطلاب على مستوى العالم. هل إدمان الإنترنت له تأثير على قدرات الأطفال التعليمية بالتحديد؟ تسبب في الاستخدام المفرط للإنترنت في تفاقم مشكلة صعوبات التعلم عند الأطفال والطلاب بشكل كبير. ده برضو واحد من محاورنا النهاردة. ولكن قبل الحديث عن كل هذه الموضوعات، يعني هناخد حالة الطقس ومزيد من تفاصيل عن أخبار الطقس مع شيرين اللي منور الاستوديو من سكشن الطقس. صباح الفل يا شيرين. صباح النور يا جاد، وصباح جميل بوجودك وجود كل من انضم إلى صباح جديد. تعالوا نتعرف بفقرتنا الجوية على أحوال الطقس ودرجات الحرارة. حالة من التغيرات المختلفة يشهدها العالم، ما بين ارتفاع كبير في درجة الحرارة واجتياح موجات من الحر بخلاف الجفاف في كثير من الدول، في حين تعاني دول أخرى من عواصف رعدية وسقوط أمطار غزيرة. وبنبدأ فقرتنا بالعواصم والبلدان العربية، ومن القاهرة اللي بتشهد طقس حار نهارا وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 38 درجة في حين تسجل الصغرى 24 درجة. تشهد الرياض عودة مرة أخرى لارتفاع درجة الحرارة وتكون العظمى فيها 46
44 درجة، أما الصغرى 32 درجة. تشهد أبو ظبي طقس معتدل نسبيا، وتصل درجة الحرارة العظمى فيها إلى 39 درجة، أما الصغرى 33 درجة. نذهب إلى تونس التي تشهد طقس مشمس، وتصل درجة الحرارة العظمى فيها 34 درجة، أما الصغرى 23. أخيرا الرباط اللي بتشهد طقس غائم، بتكون درجة الحرارة العظمى فيها 28 درجة، وتنخفض الصغرى إلى 19 درجة. أما عن درجات الحرارة في الدول العالمية، ونبدأها من لندن اللي بتشهد طقس غائمة، وبتكون درجة الحرارة العظمى فيها 23 درجة، أما الصغرى 17 درجة. بتشهد باريس طقس مشمس، وتكون درجة الحرارة العظمى 25 درجة، أما الصغرى 15 درجة. موسكو بتشهد طقس مشمس أيضا، بتكون درجة الحرارة العظمى فيها 28 درجة، أما الصغرى تنخفض إلى 19 درجة. ونذهب إلى واشنطن اللي بتشهد عواصف رعدية متفرقة، وبتكون درجة الحرارة العظمى فيها 29 درجة، أما الصغرى تنخفض إلى 18 درجة. أخيرا بكين بتكون درجة الحرارة العظمى فيها 30 درجة، أما الصغرى 22 درجة. ونذهب إلى اليمن، حيث تعرض ما يقارب إلى 700 شخص للموت والإصابة، فيما تضررت عشرات الآلاف من الأسر جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت عدة محافظات في اليمن مؤخراً. شمس تنور كل طريق، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. قلنا صباح الخير وعلى الله، ما شاء الله حتى تحكى ليها على طريقنا ومش في بالنا، فطرنا مشرقنا شينا، وده من ده اللي ضايقنا ولا يعكر مزاجنا. لا انسى انسى انسى، طبعا احنا لسه بنخش كده في فقرات صباح جديد، ولسه بنسخن طبعا اللي جاي جولة جديدة في عالم الصحافة، أبرز الموضوعات اللي تناولتها الصحف وكالات الأنباء العربية والدولية في الفقرة التالية. البداية من وكالة الأنباء الفلسطينية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة، إضافة
إلى أطفال وأسرى سابقين. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10,100 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني. وإلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث أكدت أنه في أعقاب إعلان حكومة النرويج أنها ستضطر إلى إغلاق مكتبها التمثيلي الدبلوماسي في فلسطين ابتداء من اليوم الاثنين، يعني بسبب إجراءات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرفة. أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس ارتياحه للخطوة. وبموجب القرار النرويجي سيغادر موظفو المكتب الدبلوماسي، وسط تأكيد نرويجي أن الإجراء لا يمس بدعم الشعب الفلسطيني أو السلطة الوطنية، بل سيستمر بكل قوة وعزم. وإلى موقع القاهرة الإخبارية، حيث قال وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم إن الوضع التعليمي في قطاع غزة مأساوي، والاحتلال الإسرائيلي يريد هدم المستقبل في نفوس الطلاب. وأضاف برهم خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في مقر الجامعة العربية أنه تم تدمير 290 مدرسة من أصل 309 بغزة، وما تبقى من تلك المدارس أصبح مراكز لإيواء النازحين التي دمرت منازلهم وأصبحوا بلا مأوى، مضيفا أن العدوان الغاشم لم يستثن المؤسسات التعليمية لوكالة الغوث الأونروا، رغم أن الكثير منها تحول إلى مراكز للنازحين. وإلى صحيفة USA Today الأمريكية، حيث ذكرت أن المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس تتوجه إلى شيكاغو هذا الأسبوع لحضور المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، مع فرصة لإعادة تقديم نفسها للأمريكيين غير الحاسمين لأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنها كأكثر من أي مرشح حزبي في التاريخ الحديث تظل سيرة هاريس مجهولة للعديد من الناخبين بعد أن قبلت ترشيح الحزب الديمقراطي. يسابق الحزب الديمقراطي الزمن لتعزيز موقف مرشحته للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، حيث يعد المؤتمر الوطني العام للحزب في شيكاغو نقطة رئيسية لإقناع المزيد من الأمريكيين بالمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقرر لها نوفمبر المقبل. أتوقع أن تشهد النسخة 26 للمؤتمر إجراءات أمنية كثيفة لم يسبق أن شهدتها شيكاغو، حيث أنهى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووحدة النخبة في جهاز الخدمة السرية والشرطة المحلية أعداد المنظومة الأمنية الكبيرة التي ستؤمن المركز الرياضي الضخم الذي سيستضيف الحدث في حضور أبرز شخصيات الحزب الديمقراطي، إضافة إلى العديد من نجوم هوليوود. ومن المقرر أن يشارك في تأمين المؤتمر نحو 2500 عنصر من الشرطة المحلية، يدعمهم مئات من العناصر استقدموا من خارج الولاية. وتعد شيكاغو الفرصة الأكبر لهاريس، خاصة أنها تعد ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة بعد نيويورك ولوس أنجلوس، حيث ستشهد ظهور هاريس في حفل المؤتمر الوطني الديمقراطي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سيحاول في خطابه الذي سيلقيه أمام آلاف المندوبين الديمقراطيين وأعضاء الحزب في مركز يونايتد في شيكاغو تقديم الأسباب التي تدفعه لدعم انتخاب هاريس لمنصب الرئيس. وكشف الحزب الديمقراطي أن المؤتمر سيسلط الضوء على التناقضات الرئيسية بين إنجازات البيت الأبيض في عهد بايدن وهاريس وفترة الرئيس السابق دونالد ترامب، فضلاً عن إطلاق إيضاحات حول كيف ساعدت نائبة الرئيس بايدن على التغلب على وباء كورونا وتعزيز الاقتصاد والعمل على الحفاظ على الديمقراطية في الداخل، ما يؤكد أن نجاح المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو سيكون بمثابة القوة الدافعة لهاريس نحو البيت الأبيض.
وللمزيد ينضم إلينا من نيويورك السيد أحمد محارم الكاتب والمحلل السياسي، نرحب به على شاشة القاهرة الإخبارية. وفي صباح جديد يعني سيدي يتطرق الحديث إلى مؤتمر الحزب الديمقراطي ومشوار كامالا هاريس في هذا السباق الرئاسي. ربما بداية الحديث هنا عن أهمية انعقاد المؤتمر بداية في شيكاغو، دلالة هذا المكان في هذا المشهد السياسي. صباح الخير، التحية والتقدير. شيكاغو في ولاية إلينوي تعتبر ثالث أكبر مدينة على مستوى الولايات المتحدة، نيويورك، لوس أنجلوس، شيكاغو. فيها جاليات متعددة الأعراق. التوقيت كمان حاسم جدا، لأنه الحزب الديمقراطي من خلال تنازل الرئيس بايدن إلى نائبته كاميلا هاريس، المجتمع الأمريكي بيجد زخم أقل من 3 شهور في انتخابات رئاسية، يعني يبدو أنها طابعها يختلف عن أي انتخابات أخرى نظرا للظروف اللي تمر بها الداخل الأمريكي والانقسام الحاد ما بين أفراد الشعب الأمريكي والسياسة الخارجية اللي ألقت بظلالها على هذه الانتخابات. الشعب الأمريكي في الغالب مش مهتم بالسياسة، بيهتم بشؤونه الداخلية، ولكن خلال 3.5 سنوات السابقة من حكم رئيس بايدن وحكومته في البيت الأبيض، وجدنا أن أمريكا انغمست في حربين، حرب روسيا وأوكرانيا ثم حرب إسرائيل على قطاع غزة. فكلا الحربين قدمت أمريكا دعم عسكري ومالي وسياسي غير مسبوق لكلا الاتجاهين شرقا وغربا. وجد الشعب الأمريكي و40% منه بيمثلوا الشباب أن هناك توجه غير محمود لهذه الإدارة أن تدعم حربين في مكانين هامين من العالم. إجمالا الشعب الأمريكي بيجد أنه لا نقد له ولا جمل في هذين الحربين، بل إن صورة أمريكا الذهنية اللي مأخوذة عنها في العالم تلطخت، خاصة في دعمها لإسرائيل في حربها ضد غزة. طيب في هذه النقطة بالتحديد سيد أحمد، هناك بس تفصيلة، لأنه البارتي بلاتفورم أو المنصة الخاصة بالحزب التي أو المعلومات أو الإعلان عن البارتي بلاتفورم كان بالأمس، ولم يذكر فيه فرض حظر بايع الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. هل هذه التفصيلة أي دلالات؟ أنا بالتأكيد بنعتقد أن كاميلا هاريس أمامها تحدي كبير، مش بس عشانها بالمقابل هتكون عندها مناظرة قريبة في سبتمبر مع ترامب، وتعودنا في أن ترامب بيكسب اللي قدام منه. كاميلا هاريس نجحت في فترة وجيزة أنها تستعيد لحمة الحزب الديمقراطي وتجد حولها دعم من 50 ولاية. أمامها نقاط كثيرة جدا ترضي منها غرور الناخب الأمريكي وتقنعه بأنها سوف تعمل لمصلحته. وتكلمت الحقيقة في قضايا خاصة بإصلاح التعليم وإصلاح الضرائب وإعطاء حوافز مالية $25 مليون لكل المشتري لبيت جديد، يعني بتحاول ترضي المواطن الأمريكي أن في قضايا في الداخل على المستوى الشخصي تهمه. على المستوى الخارجي أيضا هتتكلم في السياسة الخارجية، لكن نرجع لمسألة نقطة بيع السلاح. هذه أهم الإشكالات اللي قابلت كل الرؤساء السابقين والحاليين والمستقبليين، لأنه الأعضاء المنتخبين في الكونغرس وفي المجالس النيابية، المال السياسي في الداخل الأمريكي بيلعب دور كبير جدا. لم يستطع ولن يستطع أي رئيس أمريكي حالي أو قادم أنه يقف أمام هذا التيار الكبير. كل الأموال اللي تتدفق في الحملات الانتخابية لأعضاء الكونغرس الحاليين أو في أثناء التجديد ليهم، صانع السلاح الحقيقة للأسف الشديد لهم دور كبير. نأمل في المستقبل القريب يكون شخص قادم في البيت الأبيض يستطيع أن يحجم هذه المسألة. طبعا سيد أحمد، يعني هل ظهور الرئيس الأمريكي جو بايدن مع هاريس سيدعم موقفها في الانتخابات الرئاسية، أم تأثيره ممكن يكون عكسي؟ السؤال يحتمل إجابتين. في الأول، كونه دعمها هو وتنازل للسلطة فده دعم شخصي لها، وتأكيد أن في نوع من الولاء في الحزب الديمقراطي. يمكن كان في أسماء من الحزب الديمقراطي مرشحة كان يعتبر أنها أقوى منها لأسباب أنها كانت سيدة الظل ولم يكن لها يعني حضور
سياسي أو شخصي على مستوى السياسة الخارجية وعلى مستوى الداخل. ولكن فوجئ الداخل الأمريكي حتى كان المفروض العالم بأنها شخصية قوية ووجدت الدعم واستطاعت في فترة وجيزة أن تحظى بقبول من الشارع الأمريكي، وطبعا استطاعت في فترة وجيزة من خلال ورش عمل ومطبخ سياسي قوي أنه يقدمها للداخل الأمريكي والعالم بشكل مختلف. فكون هو يدعمها كرئيس وهي نائبة رئيس بالتأكيد هيصب في مصلحته. سيد أحمد، في ظل هذا المشوار وهذا السباق الرئاسي، يعني كيف تبدو المقارنة بين كاميلا هاريس و يعني ترامب من وجهة نظرك؟ يعني كيف تبدو الصورة لديك؟ الحقيقة نحن أمام تقارب كبير ما بينهم هما الاثنين. يعني يكون هي تتقدم عليه بنقطة أو بنقطتين ما هواش فيصلي، لما يكون التقدم بنقط 5 6 نقاط نقدر نقول أنها تتفوق عنه بكثرة. لازال الشارع الأمريكي في حالة صدمة وفي حالة حيرة، حيث تعليقات البعض بتقول كان لدينا رئيس سيء وهناك رئيس آخر سابق لديه طموح أن يكون في البيت الأبيض ورئيس أسوأ. فلازال في نوع من عدم الاستقرار في رأي معظم المواطنين الأمريكيين، يروحوا فين، يمين ولا شمال. كمان في كتلة حرجة اللي هي الناس اللي مش متعودة أنها تصوت، ما عندهاش ثقة في أي شخص يتقدم. أعتقد بقدر من الذكاء هتستطيع كاميلا هاريس أنها تكتسبها، ولا سيما أن كانت نقاط الضعف اللي عند بايدن وكانت تمثل نقاط قوة لترامب. النهاردة ترامب في كل خطاباته مش بيتكلم على خطة لسياسة داخلية أو خارجية، بيتكلم على قدرته على أنه هو يؤثر على رؤساء العالم، الدول المهمة جدا زي الصين وروسيا وكوريا الشمالية. ونصف خطابه أكثر بيكون موجه للكيل يعني باتهامات شخصية وحادة لشخصية. نعم، يعني أكثر خطابه استعراضي. يعني لو كاميلا ظهرت بخطط للحروب، حل الحروب، أو إلى جانبها خطط اقتصادية مقنعة، هل فرصها للفوز ستزداد؟ بالتأكيد نحن الآن لم نجد أو لم نستمع في كلماتها السابقة أي شيء يشير إلى أنها عندها قدرة على أنها تحط خارطة الطريق. لكن نقدر نقول في رأيين في الشارع الأمريكي، رأي بيقول أمريكا غير مهيئة أن تكون سيدة تحكم البيت الأبيض، لكن أيضا هذا الرأي يخالفه رأي آخر وجيه، أن تجربتنا السابقة في 2020 ما بين هيلاري كلينتون وترامب كانت هيلاري كلينتون متقدمة ب 2.5 مليون صوت على ترامب، ومع ذلك للأسف الشديد ترامب فاز. لأن مسألة الانتخابات الأمريكية معقدة جدا، مش مسألة الأصوات للناخبين individual أو شخصيا، لا، في حاجة اسمها المجمع الانتخابي هي اللي بتحكم في الآخر مين اللي يفوز. فمن الممكن جدا أن تكتسب ثقة الشارع الأمريكي المرشحة الحالية اللي هي تعتبر نائبة الرئيس بايدن كاميلا هاريس. أعتقد يؤمل من خلال اجتماع النهارده اللي هيكون في شيكاغو او المؤتمر للحزب الديمقراطي ان تقدم صوره مختلفه للشعب الامريكي وللعالم. نعم، سنتابعها ونتابع ارائك دائما معنا. نشكرك شكرا جزيلا سيد احمد مكارم، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشره من نيويورك. ننتقل إلى خبر آخر، وإلى وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، حيث أعلنت الحصول على مجموعة من الوثائق المهمة حول الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية. وحسب ما علمت وكالة سبوتنيك من الوثائق التي استولى عليها اللواء البحري رقم 810 التابع للقوات المسلحة الروسية، استخدمت كييف السيارات المدرعة التي زودتها بها دول الناتو قبل الاقتحام مباشرة في الهجوم على مقاطعة كورسك. للمزيد عن أبرز عناوين الصحف الروسية الصادرة اليوم، ينضم إلينا من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. يسعد صباحك حسين. يعني هل مهاجمة أوكرانيا لكورسك يمكن أن تقرب العالم من كارثة نووية، وما تأثيرها؟ يعني نعم شيرين، صباح الخير لك ولجاد. بالفعل مهاجمة أوكرانيا لكورسك كان محطة مفصلية بالنسبة للصراع الروسي الأوكراني، حيث تؤكد المصادر الروسية خلال الأيام الماضية على أن أوكرانيا تستعد لاستهداف محطة كورسك النووية، كما أكد الخبراء أيضا على أن استهداف المحطة
نتائجه ستكون أكبر بكثير، أو على الأقل هي أكبر بثلاث أضعاف من كارثة تشيرنوبل. إذن روسيا تضع أوروبا، لأن هذه القارة ستلحق بها التأثيرات نتيجة أي استهداف لمحطة كورسك النووية أو محطة زاباروجيا النووية. الجانب الروسي يؤكد على أن قواته حتى هذه اللحظة لا زالت تعمل على مواصلة المعارك ضد الجيش الأوكراني المتواجد في مقاطعة كورسك، لكن الأمر يحتاج إلى وقت على حد وصف وزارة الدفاع الروسية، لأن الدول الغربية وتحديدا دول الناتو هي من قدمت المعلومات ومن خططت للهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك. موسكو تحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية ما حصل، وتؤكد على أن مهاجمة أوكرانيا لكورسك يعني إفشال المفاوضات، وأنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات فيما بعد بالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية، لأن مهاجمة كورسك يعني أن أوكرانيا لا تريد هذه المفاوضات، وأن أوكرانيا لا تفهم إلا بلغة الحرب ولغة العمليات العسكرية. هناك تقدم للجيش الروسي على محور دنباس أي شرق أوكرانيا. حتى هذه اللحظة كورسك لا زالت تتعرض إلى قصف من قبل القوات الأوكرانية بالمسيرات وبأيضا الصواريخ. الجانب الروسي يواصل عملياته في مقاطعة كورسك. السيناريو المرتقب من مقاطعة كورسك يقرأه الخبراء على أنه سيناريو مرعب، نظرا إلى أن الهجوم على أراضي روسية لا يمكن استيعابه من قبل القيادة الروسية، وأن هذا الهجوم لربما قد يؤدي إلى تفجير الوضع، ولربما تكون مهاجمة كورسك هي الشعرة التي قسمت الخطوط الحمراء التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في بداية الصراع الروسي الأوكراني. لربما تكون مهاجمة كورسك هي الخطوة الأولى نحو مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وبين دول الناتو، على الرغم من أن روسيا تؤكد مرارا وتكرارا على أنها لا تريد هذه المواجهة، إلا أنها من خلال الخطوات ومن خلال المناورات العسكرية التي تقوم بها تؤكد على أنها تستعد لمثل هذه المواجهة. أيضا الصناعات العسكرية الروسية وتحديدا المؤسسات العسكرية الروسية تعمل على مدار الساعة في إنتاج الذخائر والمعدات العسكرية، إذن جميعها مؤشرات تؤكد على أن موسكو تدرج جديا إمكانية فتح الجبهة وتوسيعها والاشتباك المباشر مع دول الناتو. وأيضا تصريح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا يوم أمس عن إمكانية تحول قواته من خطة الدفاع عند الحدود مع أوكرانيا إلى خطة الهجوم، وأن السلاح النووي لربما يتم استخدامه بعد مهاجمة كورسك، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا هم من يجرون روسيا إلى هذا المسار. جميعها مؤشرات تؤكد على أن المواجهة المباشرة لربما تقترب من العالم، على الرغم من أن روسيا تؤكد أنها لا تريد هذه المواجهة، إلا أن المشروع الغربي على حد وصف الخبراء الروس هو من يجر العالم إلى هذه المرحلة أو إلى هذا المسار. شريك، طيب يعني في ضوء ما ذكرته حسين، هناك زيارة للرئيس الروسي إلى أذربيجان، ما هي أبرز أهداف هذه الزيارة؟ جاد، بالنسبة لزيارة بوتين إلى عاصمة أذربيجان باكو، وصل بوتين يوم أمس خلال ساعات الليل المتأخرة، التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف وزوجته، وأيضا تم مناقشة بعض الملفات بين الرئيسين. كما أعلنت السلطات الروسية وتحديدا الكريملين فإن هذه الزيارة هي مهمة جدا في التوقيت الحالي، خاصة أن البلدين تجمعهما علاقات وطيدة جدا منذ زمن الاتحاد السوفيتي وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي وخروج أذربيجان من الاتحاد السوفيتي، إضافة أيضا إلى العلاقات والتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وتحديدا في مجال الطاقة. أما فيما يجري من خلف الكواليس وما يمكن قراءته ونقلا عن الخبراء بأن هذه الزيارة جاد في الوقت الحالي تأتي في إطار الرسائل الروسية المباشرة إلى الغرب وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. أولا أذربيجان التي لديها أزمة وحرب مع أرمينيا في ناغورني كاراباخ، وخاصة بعد الخطوات الأرمينية الأخيرة التي وصفتها موسكو على أنها خطوات غير ودية تجاه روسيا، هل ربما الآن بوتين أراد أن يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشنيان بأن موسكو لربما بدأت تلتفت أكثر إلى أذربيجان وتبتعد عن أرمينيا، أي ترفع يدها عن أرمينيا؟
ومن ثم عليه هو أن يتلقى نتائج خطواته وتقربه من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أمر جدا مهم بالنسبة لروسيا، وخاصة أن أرمينيا بدأت تتخذ خطوات بعيدا عن روسيا تجاه الدول الغربية وتحديدا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة أيضا إلى مناورات عسكرية مباشرة وأيضا زيارة زوجة باشنيان العاصمة الأوكرانية كييف. إذن جميعها مؤشرات تؤكد موسكو على أنها تأتي في إطار الخطوات الأرمنية غير الودية. أيضا الحرس الحدودي الروسي الموجود في كاراباخ وبعد انسحابه، هل ربما بوتين يريد تطبيع العلاقات بين أرمينيا وبين أذربيجان، وخاصة بعد اللقاءات التي حصلت بين وزيري خارجية البلدين؟ أيضا لربما تستطيع روسيا من خلال زيارة بوتين أن تلعب مثل هذا الدور، إضافة أيضا إلى الملف الإيراني جاد والعلاقات التي شابت بين باكو وطهران خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران. تحدثت وسائل الإعلام الروسية عن أن بعض من الذين شاركوا في اغتيال هنية لربما فروا إلى الأراضي الأذربيجانية، وزيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شايغو في وقت سابق إلى إيران ومن ثم إلى أذربيجان كانت تحمل في أجندتها هذا الملف. هل بوتين سيتكلم أو سيبحث هذا الملف مع الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف؟ حتى هذه اللحظة الكرملين يؤكد عبر بياناته على أن الزيارة تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي، تأتي في إطار توقيع وثائق واتفاقيات استراتيجية بين البلدين، لكن ما يحصل تحت الكواليس أو خلف الكواليس جاد هو أهم بكثير من توقيع الاتفاقات والوثائق. روسيا تريد أن تؤكد للغرب وللولايات المتحدة الأمريكية على أن عزل روسيا أمر مستحيل، وأن هذا المشروع تم إفشاله وسيفشل في وقت لاحق، لأن موسكو لديها دول كثيرة، دول حليفة لها في العالم، وأن العالم ذات القطب الواحد هذا الزمن أو هذا الوقت قد ولى بعد العملية العسكرية، وأن العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب، ولعل هذا أبرز ما تطمح إليه موسكو مع بكين. نعم حسين، عديد من الملفات يطرحها مفادنا حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية. أشكرك شكرا جزيلا داخليا وخارجيا، وبالتأكيد سيتم متابعة هذه الموضوعات في خدمات إخبارية أخرى. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. من روسيا إلى مهرجان العالمين، حيث يشهد الأسبوع السابع من المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان على مدار الأسابيع الماضية وإقامة عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين إلى جانب بعض الأنشطة الترفيهية والرياضية. كعادة مهرجان العالمين في نسخته الثانية، الترفيه مستمر وبقوة. عرض مسرحية البنك سرقوه، واحدة من المسرحيات اللي هتحظى بحضور جماهيري كبير للنجم الجميل والمحبوب كريم محمود عبد العزيز على مدار ثلاث ليالي متتالية، بداية من يوم الخميس المقبل وحتى يوم السبت على مسرح يو بالمنطقة الترفيهية. هنتعرف على تفاصيل أكتر عن فعاليات الأيام المقبلة من مفادتنا في العالمين الجديدة شروق وجديد. شروق، يعني الأخبار الجديدة أكيد كلها عندك، ويعني حابين نعرف ربما إيه أهم الأحداث اللي هننتظرها خلال الأيام القادمة وبداية من النهاردة. صباح الخير يا جاد. صباح الخير يا شيرين. وجاد انا يعني واخده بالي ان انت على طول مذاكر ومتابع الاجنده فيها ايه، وده معناه انك مهتم جدا واكيد جاي عشان تحضر في الويكند اللي جاي، واحنا مستنيينك هنا عشان نروح نحضر المسرحيه سوا ونقول لكل جمهورنا وكل مشاهدينا ايه اللي بيحصل في مدينه العالمين الجديده. خليني اصبح مره تانية على كل مشاهدينا الكرام واقول لهم ان احنا موجودين في مدينه العالمين الجديده وفي تحديدا في مهرجان العالمين، بنحضر كل التفاصيل لحظة بلحظة وبننقلها لكم وبننقل لكم الأجواء. احنا موجودين تحديدا في مدينة نورث سكوير، او عفوا موجودين في منطقة نورث سكوير في مهرجان العالمين الجديدة. وخليني اقول انه يعني زي ما حضراتكم متابعين وشايفين معانا الأبراج الخلابة والشاطئ من حوالينا اللي بيحطنا، الشاطئ الفيروزي اللي موجود في كل مكان في مدينة العالمين الجديدة واللي تقدر تشوفه من أي مكان.
هبتدي معاكم بأخبار وأحوال الطقس في مدينة العلمين الجديدة. احنا بنتكلم ان العظمى هنا 32 والصغرى 25 وهي دلوقتي حالا 28، يعني اجواء مناسبة جدا لكل رواد مدينة العلمين الجديدة ان هم يستمتعوا بالاجواء وبالشواطئ المختلفة في المدينة، سواء الشواطئ العامة او الشواطئ الخاصة. كل الاعمار تقدر وكل الفئات تقدر ان هم ييجوا يستمتعوا ب الشاطئ الصبح وبالفعاليات المختلفة صباحا وأيضا مساء. خلينا نتكلم أنه اليوم ابتدى معنا امبارح بزيارة مهمة جدا، وهي جولة وزيارة لأبطال الأولمبياد باريس 2024 بحضور وزير الشباب والرياضة، ويمكن ده اللي كان مختلف موجود معنا امبارح. طبعا احنا بنتكلم عن أكبر حدث دولي ورياضي في العالم. الأبطال اللي كانوا موجودين معنا هم البطل محمد السيد والبطل أحمد الجندي والبطلة سارة سمير، واللي يعني حصدوا على ميداليات مختلفة في ألعاب مختلفة. طبعا كان في احتفاء يعني واسع وكبير من كل رواد مدينة العالمين الجديدة، حدث يعني الحقيقة كان كله يعني فخر واعتزاز بوجود الأبطال موجودين معنا في مدينة العالمين الجديدة. طبعا هم تفقدوا أكتر من منطقة مختلفة في المدينة وتطرقوا للحديث مع الناس الموجودين رواد مدينة العالمين الجديدة والمهرجان عن كيفية صناعة الأبطال، وأي حد كان عنده سؤال الحقيقة كانوا بيتكلموا معهم بكل بساطة وجمال. طيب نروح بقى للأسبوع السابع من مهرجان العالمين الجديدة. الحقيقة الأسبوع السابع مليء بالفعاليات المختلفة، هم كتير جدا جدا جدا، ولكن خلوني أحاول أقول لكم معظم الفعاليات اللي هتكون موجودة الأسبوع السابع. طبعا مكمل معانا في سباق سيارات بيسر، وهيكون موجود معانا يوم الخميس والجمعة والسبت في أماكن متعددة في مدينة العالمين الجديدة. زي ما اتكلمنا يعني احنا بنتكلم ان الشاطئ لوحده بس طوله 14 كيلومتر، فتخيلوا كبر وجمال المدينة قد إيه وقد إيه ممكن هذه السيارات أنها تتنقل من مكان لآخر. طبعا المنطقة الشاطئية هيكون فيها بطولة الفولي بول النهائية، ودي هتكون يوم الجمعة. المنطقة الشاطئية برضو يوم السبت هتشهد فعاليات مختلفة. من الفعاليات ديت احنا بنتكلم عن أنشطة للأطفال والبين بول اللي موجود معانا من بداية المهرجان، وأنشطة تانية مختلفة خاصة بالأطفال وعروض كمان للرقص الفلكلوري المختلف. طيب في المسرح هيكون معانا زي ما قلت يا جاد مسرحية البنك سرقوه على مدار الثلاث أيام، والحقيقة الكتير متحمس لهذه المسرحية، تكون موجودة معانا يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت من الأسبوع السابع من مهرجان العالمين الجديدة. أما عن يوم الخميس والجمعة هيكون معانا فعالية الحقيقة هي منتظرة وأنا شخصيا مستنياها جدا، وهي فعالية MMA القضية. الفعالية دي هتكون في منطقة نورث سكوير، تحديدا المكان اللي احنا موجودين فيه هيكون في فعالية القضية، وهتكون بمشاركة أبطال مختلفين من دول عربية مختلفة. بعدها هيكون في مسرحية كمان جديدة معنا، وهي مسرحية حدوتة قبل النوم، وهتكون موجودة برضو في منطقة نورث سكوير. يعني احنا بنتكلم ان المسرح هيكون في فعالية، وهنا هيكون في فعالية تانية برضو كمسرحيتين مختلفين بيتعرضوا في نفس الوقت. طبعا يوم الجمعة هيكون في الحفلة المنتظرة لكايروكي، واللي كانت موجودة معانا في النسخة اللي فاتت من مهرجان العالمين الجديدة، وكان في حضور جماهيري ضخم جدا وعدد كبير جدا بيحضر الحفلة دي. السنة دي المفاجأة في النسخة دي انه مدينة العالمين الجديدة والمهرجان تحديدا زود في هذه الفعالية الفنان تو ليت اللي هيكون موجود، وهو طبعا مطرب صاعد ويمكن شفناه على السوشيال ميديا المختلفة منتشر جدا بأغانيه المختلفة. يمكن أخيرا ولكن برضو الأجندة مليانة فعاليات، طبعا هيكون في يوم مخصص للإعلامية الكبيرة إسعاد يونس مع الموسيقار العالمي عمر خيرت على الشاطئ مباشرة، نستمتع بأنغامه وموسيقاه المختلفة. أي حد حابب يحضر
اي فعاليه من الفعاليات اللي ذكرناها، ولسه في فعاليات تانية على فكره كتير مختلفه، يقدر ان هو يحجز تذكرته من على شركه تذكرتي ويحضر اي فعاليه من الفعاليات ديت من الوطن العربي او من العالم كله. تنورونا وتشرفونا في مصر واحتفلوا وانبسطوا معانا في مدينه العالمين الجديده وفي تحديدا في المهرجان. شروق وجدي واخر اخبار العالمين الجديده، ودايما الاحداث مستمره ودايما بتنقل لنا كل ما هو جديد. بشكره شكرا جزيلا على هذه الرساله. شكرا. يعني ملفات صباح جديد متنوعه ومستمره معنا، ابقوا معنا. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. صباح يا حلو يسعد مكان بتنزلو لما النسيم بيزورنا عنك يا ولف بنسأله يسعد بنار يا المدير بونجور. Et pour moi c'est le plus beau des jours sous le ciel bleu de Napoli. Je crois bien qu'il m'accompagnera, que jamais il ne me quittera, il sera mon meilleur ami. Il حلوه دي قامت تعجن في البدريه وديك بيتن كوكوكو أضرار كتيرة ومتعددة أصبحت بتظهر بشكل كبير على الأطفال والطلاب حول العالم يعني بسبب استخدام الإنترنت المفرط ووسائل التواصل الاجتماعي حسب الدراسات. فبالرغم من اعتبار الإنترنت أحد الأدوات الهامة للتعلم، ولكن الاستخدام المفرط أو الانغماس الزائد في محتوياته بيبقى له عواقب سلبية على التحصيل العلمي أو القدرة الذهنية لدى الأطفال في التعلم. يعني ده بطبيعة الحال وبيتسبب الإدمان يا جاد على الإنترنت بتشتيت انتباه الطلاب وبيقلل من قدرتهم على التركيز في الدراسة، مما يؤدي إلى تراجع في جودة أدائهم الأكاديمي، خاصة مع الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يعزز الحاجة إلى فهم كيفية إدارة الوقت بشكل فعال للحفاظ على النجاح الدراسي. في عصر تتسارع فيه خطوات التكنولوجيا، أصبح الإنترنت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، إلا أن الاستخدام المفرط لهذه الشبكة الواسعة قد يكون له تأثيرات سلبية تتجاوز مجرد مضيعة للوقت. أحد هذه التأثيرات الملحوظة هو التأثير السلبي على الأداء الأكاديمي، ما يشكل تحدياً كبيراً للطلاب وأولياء الأمور معاً. إدمان الإنترنت يبدأ غالباً بفترات قصيرة من التصفح، ولكنه قد يتحول بسرعة إلى نمط حياة يؤثر على قدرة الطلاب على التركيز والتحصيل الدراسي. يواجه الطلاب المدمنون للإنترنت صعوبة في تخصيص وقت كاف للدراسة، حيث ينصرف انتباههم إلى الأنشطة الإلكترونية مثل الألعاب والوسائط الاجتماعية. هذه الأنشطة غالباً ما تكون مشوقة وممتعة، ولكنها تعوق قدرة الطلاب على التركيز في الدراسة وإنجاز المهام الأكاديمية. إضافة إلى ذلك، فإن قضاء الوقت الطويل أمام الشاشات يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية مثل التعب البصري وقلة النوم، ما يؤثر سلباً على القدرة على التفكير النقدي والتعلم الفعال. كما أن التشتت الناتج عن تعدد المهام على الإنترنت يمكن أن يقلل من جودة الدراسة والتركيز. يرى المتخصصون أن التصدي لإدمان الإنترنت يتطلب نهجاً متوازناً يجمع بين الاستخدام الواعي للتكنولوجيا والحفاظ على الأوقات المخصصة للدراسة.
فمن خلال إدراك عواقب الإفراط في استخدام الإنترنت واتخاذ خطوات فعالة للحد منه، يمكن للطلاب تحسين أدائهم الأكاديمي وتحقيق نجاح مستدام. لتفاصيل أكثر دقة وتخصصية نرحب الآن من العاصمة الأردنية معنا الدكتور عبدالله أبو عبس استشاري الصحة النفسية. صباح الخير دكتور، يعني متى نعلم أن الآن الطفل هو في حالة إدمان على الإنترنت وليست الحالة الطبيعية؟ صباح الخير يا فندم. ردا على هذا السؤال، إذا كان الطفل يستخدم ساعات طويلة جدا على الإنترنت، إذا كان الطفل يعتبر الإنترنت هي أولوية يومية وبالتالي هذه الأولوية تفوق مهامه سواء كانت المهام الدراسية أو المهام الحياتية اليومية، إذا كان حقيقة يعتبر الإنترنت هو الأولوية اليومية منذ الصباح، وإذا كان يستمر في استخدام الإنترنت لساعات طويلة بالرغم من معرفته بأن هناك بعض العواقب الجسدية أو العواقب السايكولوجية أو العواقب الاجتماعية. لا شك أن الإنترنت قدم حلول تعليمية لكن بالمقابل خلق مجموعة من التحديات التعليمية. الآن نحن نعلم أنه بحلول 2025 سيكون هناك 325 مليون متعلم عبر الإنترنت باستخدام الطرق المختلفة للإنترنت. حسب تقرير اليونيسف في عام 2020 بسبب جائحة الكورونا تحولت 90% من المؤسسات التعليمية حول العالم إلى التعليم عن بعد أي باستخدام الإنترنت، فبالتالي هذا الإنترنت قد يحدث نمط من أنماط إساءة الاستخدام، ولا شك أن إساءة الاستخدام تؤدي إلى عوارض جسدية وسايكولوجية واجتماعية، وبالأخص من العوارض السايكولوجية قدرة الطفل على التعلم الصحيح والتعلم حقيقة المفضي إلى زيادة مهارات الطفل على التفكير النقدي والقدرة الآن حقيقة على استنباط واستنتاج المعلومة بطريقة الآن منطقية وعقلانية بكل الأحوال. طيب دكتور، احنا عايزين ناخد الأمور كده يعني واحدة واحدة، يعني إذا اتكلمنا عن الساعات اللي بتقضى في المدرسة فهي بتحكم عدد الساعات اللي يعني بيتعرض فيها الطلاب لاستخدام الإنترنت، لأن هو كده كده في فصل دراسي وفي حصص وإلى آخره، فأعتقد الأمور مسيطر عليها داخل المدرسة. أعتقد وحضرتك اللي ممكن تأكد أو تصحح المعلومة إن المشكلة بتكمن خارج إطار يعني سور المدرسة، ربما في المنزل أو في الكافيهات أو الأماكن الأخرى اللي متاح فيها استخدام الإنترنت، وإحنا عايزين نحط إيدينا على المشكلة. يعني أخي جاد، هي النقطة الرئيسية أنه معظم المدارس تستخدم الإنترنت كوسيلة تعليمية، وبالتالي الآن نعود ونقول أن الضبط يكون في المدرسة في المنزل وفي الحياة العامة. يعني لنقول الإنترنت كذلك له فوائد حقيقة في عملية التعلم، لكن الآن كثرة الاستخدام سواء كان بالحصة الصفية أو بالمنزل قد يؤدي إلى التشتيت وعدم القدرة على التركيز بسبب الآن المشتتات والملهيات المتعددة، قد يؤدي حقيقة إلى لنقل عدم قدرة حقيقة على إدارة الوقت وإدارة فوضى المعلومات الموجودة، قد يؤدي إلى إحباط الطالب بسبب عدم قدرته على التعامل مع الكم الكبير من المعلومات والتي في معظم الأوقات قد لا تكون معلومات موثقة، قد يؤدي إلى التوتر الرقمي، التوتر البصري، التوتر السمعي، قد يؤدي كذلك حقيقة إلى فقدان الدور التقليدي للمعلم وفقدان الدور التقليدي لنقل الكتب الورقية وفقدان الدور التقليدي للمكتبة وفقدان الدور التقليدي حقيقة يعني لذة الطالب في البحث عن المعلومة وليس الحصول على معلومة جاهزة في بعض الأوقات تكون غير مؤكدة، وبالتالي هذا أفقد الآن حقيقة التعليم التقليدي رونقه وبهجته. الآن أفضل الطرق هو الجمع بين الطريقة التقليدية والطريقة الآن الإلكترونية، يعني التعليم الرقمي والتعليم الكلاسيكي، لأنه هذا حقيقة الآن يفضي مهارات تواصلية وتفاعلية اجتماعية عند الطالب، كذلك يفضي إلى مهارات تعلمية. دعنا نقول أن الوسائل التعليمية بالإجمال العام هي وسائل تربية وتعليم، يعني وزارات التربية والتعليم وليست فقط التعليم، هناك بند التربية المهم جدا والذي حقيقة يؤدي إلى قدرة يعني يؤدي إلى صقل شخصية الطالب وبالتالي الاستفادة مما يتعلمه. نحن لا نريد فقط تعليم أصم، نحن نريد تعليم ينعكس الآن على الحياة العملية اليومية للطالب وبالتالي يساهم الآن في تنمية شخصيته بكل الأحوال. فالسيطرة ردا على سؤالك جاد يجب أن تكون في المدرسة في المنزل وخارج الآن أسوار المدرسة والمنزل بكل الأحوال. نعم طبعا، وهذا هي الطريقة التي تتكلم عليها، هي الطريقة الجديدة في التعليم، ولكن لنستفيد من وجود حضرتك معنا
ما هي الاستراتيجيات العلاجية التي تنصح بها لمعالجة إدمان الإنترنت وتحسين بطبيعة الحال الأداء الأكاديمي؟ يعني شيرين، أول نقطة، الوقاية خير من العلاج. يعني يجب علينا دائما وأبدا أن نبث رسائل التوعية، سواء كان للطالب أو للأسرة أو للمدرسين بالإجمال العام. يجب علينا دائما وأبدا حقيقة أن نقلل فعليا الوقت الذي يصرف الطالب على التعليم الرقمي أو التعليم الإلكتروني. يجب علينا أن نوفر بدائل، يعني نعزز من فكرة التعليم التقليدي، نحاول الآن أن نحبب الطلاب بالتعليم التقليدي بالإضافة إلى الاستفادة من تقنيات أو مهارات الآن المعرفة. ولكن الرقمية. اليوم الطفل جائك مثلا، الأهل وصلنا لمرحلة الإدمان، ماذا علينا أن نفعل؟ أول نقطة مهمة جدا، الاعتراف بأن هناك مشكلة، الاعتراف بأن هناك إساءة استخدام للإنترنت، تقليل وقت الإنترنت، محاولة الآن إعطاء الطفل أنشطة بديلة. يعني لا يجوز على الأهل أن يطلبوا من الطفل تقليل وقت الإنترنت بطريقة الآن غير ذكية. الطريقة الذكية تكون دائما بخلق نشاطات بديلة. الطفل إذا استمتع بنشاطات تقاطعية مع البيئة الخارجية، نشاطات رياضية، نشاطات لها علاقة بتنمية المهارات الحركية، هذا الموضوع الآن يقلل أوتوماتيكيا من فكرة الاستخدام المفرط لوسائل التكنولوجيا. وبالتالي يجب علينا أن نخلق الآن نشاطات بديلة بطريقة ذكية، وهذه ليست مسؤولية الأسرة كذلك، مسؤولية الأسرة والمجتمع والمؤسسة التعليمية بكل الأحوال. نعزز الآن تقاطع الطفل مع البيئة الخارجية بحيث لا يدخل بالعزلة الاجتماعية ولا يفقد مهارات التواصل الفعال، لأن معظم الأطفال الرقميين لنقل أو ذوي الشخصيات الرقمية يفقدون مهارات التواصل الفعال مع البيئة الخارجية. طيب دكتور، عدد الساعات اللي هي الطبيعية أو اللي هي الصحية، اللي يعني طالما أنا داخل هذه الحدود، حدود هذه الساعات، فأنا كطفل يعني الأمور تبقى صحية وسليمة، تجاوزت عدد هذه الدقائق أو الساعات، يبقى أنا يعني في مرحلة لابد من يعني أخذ قرار أو التعامل مع هذا الأمر. سؤال ذكي جدا. جميع الدراسات العلمية الحديثة أكدت أن الوقت الأقصى الذي يجب أن يستخدم بالإنترنت أو بوسائل التواصل أو وسائل التعليم لا يتجاوز ساعتين يوميا، ويفضل أن تكون مقسمة على 4 شرائح زمنية بحيث نقلل من التوتر الرقمي، وبالتالي نقلل من توتر القشرة المخية الأمامية من الدماغ. هذه القشرة المخية الأمامية الآن جاد هي المسؤولة الآن نوعا ما عن منظومة الأفكار والمشاعر والمسلكيات. يعني بمعنى هناك مواد كيميائية موجودة في القشرة المخية الأمامية يجب أن تكون الآن منسقة ومنغمة بطريقة صحيحة. كثرة التعرض للأشعة الزرقاء قد تؤدي إلى سوء تنظيم هذه المواد في الدماغ، وبالتالي ساعتين يوميا مقسمة على 4 شرائح زمنية. أنا بشكرك شكرا جزيلا. أعتقد مهم جدا أن احنا نحط حد لاستخدامات الإنترنت لو عايزين نحافظ على الصحة النفسية لأطفالنا، وساعتين مقسمين على 4 شرائح يعني بداية العلاج أو بداية يعني المضي على الطريق الصحيح. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور عبد الله أبو عطس، استشاري الصحة النفسية، كنت معنا من البلد الحبيب الأردن، شكرا جزيلا لك. يعني جد كلام الدكتور لفتني أنه فعلا في العالمين كان في تخصيص كبير جدا من النشاطات للأطفال، كانت مسرحيات، يعني أيضا مهرجان نبتة، يعني ده في حد ذاته يعني دور توعوي جدا قامت بيه الشركة المتحدة، أن هي تسلط الضوء على أهمية النشاطات، تفاعل الأطفال مع النشاطات اللي كانت طبيعية اللي صحيح. خارج حدود هذا التابلت أو هذه الشاشة، وخلوا أطفالكم يلعبوا ويمارسوا أي رياضة. أعتقد ده كان هدف من أهداف مهرجان. وهذه كانت آخر فقرة بصباح جديد، بنلقاكم بكرة بإذن الله دائما على شاشة القاهرة الإخبارية. إلى اللقاء.